على ارتفاع 20 مترا أضاء أبناء أولم زينب بالتعاون مع البلدية شجرة عيد الميلاد وسط ساحتها بحضور فعالية رسمية وشعبية ودينية حاملة النجمة النحاسية الكبيرة وأنواعا مختلفة من الزينة والأضواء الجميلة والتي ترمز إلى قيم الخير والسلام والمحبة التي دعا إليها السيد المسيح في رسالته إلى الإنسانية. عم بتمثل أمل ورجاء، ومتمنى هالنور اللي أضيء اليوم بالشجرة نور يتسع على مساحة البلد كلها. كمان اليوم أمام مغارة الميلاد منصلي لربنا ينعم بالسلام على بلدنا ويعين كل إنسان بهالبلد متألم. منصلي كمان لرحمة لكل أرواح الشهداء. مثل ما الشجرة فيها ألوان كتير، كمان سوريا فيها ألوان كتير بالطيف السوري. هذا الطيف هو فسيفساء نادر، نحن مميزين فيه، عم نسعى لنحافظ عليه. دائما النور أول من الظلمة. ونحن الآن كقيادة شعب التلكلخ نشارك أهلنا الأكارم في منطقة الوادي بأعياد الميلاد وأعياد رأس السنة الميلادية، وكل عام وأنتم بخير وبلدنا بألف خير. وسط ابتهاج وحشد كبير من مختلف الهيئات والفعاليات الشعبية والرسمية أطلقت الألعاب النارية في سماء المزينة بوادي النضارة، وافتتحت المغارة الميلادية بعرض أكثر من 3 أمتار وارتفاع 2.5 متر، وارتدت المنطقة بأكملها حلة العيد التي أدخلت البهجة والفرحة إلى قلوب كل من يراها. مثل الشجرة عنا عرف أو تقليد كل سنة، كانت بالسنوات الماضية الشجرة كانت رمز للأمل وللسلام، هلأ صارت رمز للانتصار وإنشاء ورجاء لتقوم سوريا وتنهض سوريا. كشباب المزينة حبينا نزرع بسمة على وجه كل طفل بسوريا، وبنهدي هالشجرة لكل أطفال سوريا ولكل الشعب السوري. أتمنى سوريا أنه يحل أمن السلام على سوريا ونرجع عيد وحدي ونرجع كلنا مع بعض، مثل يعني مثل ما عملنا هالشيء، يعني بتضيع عنا كنا ايد وحده وعملناها، هذا ساعد المادي ونحن ساعدنا بالشغل الايد وكله، يعني طلع شغل كثير حلو. يعني نشكر الله ينعاد عليكم وعلى البلد وعلى الجميع بالخير والسلامه، ويكون سنه حلوه وخير وبركه للجميع العالم ولجيشنا ولقائدنا. بتمنى يعم السلام على بلدنا سوريا وينعاد على قائدنا وعلى جيشنا بالف خير. أضواء شجرة الميلاد لم تنطفئ طيلة سنوات الحرب على سوريا، حيث كانت رمزا للأمل بالنصر، لكنها اليوم هي دليل إصرار وعزيمة للنهوض بسوريا وإعادة إعمارها. من بلدة المزينة بريف حمص الغربي، شيرين العلي، الإخبارية السورية.